الله وبركاته. اليوم حنغيب بلابل حلبة الدوران الدائم شجاع واخيل لعن زلاب ضد كل بلابل التيربو. حمسين مرة بمقطع اليوم نشوف قوة شجاع واخيل لما يكونوا فريق واحد على حلبة الدوران الدائم لبلابل التيربو. لعن زلاب نذكرك من رغم الجبل الالكتروني حيكون تحت سوق الاصل ووصل لجميع دول العالم وجميع طرق الدفع المتوفرة بسويت تويز، وحاليا توفرت بلابل جديدة بكميات محدودة. سيد ابو هاب وجبسة محارب مجموعة تي دي برضه رجعت توفرت مرة ثانية في المتجر بالاضافة لمجموعات اخرى. خيرا يا جماعة الخير بعطون نظار رجعت توفرت أكثر حلبة طلبا وأكثر حلبة مبيعا في المتجر اللي هي الحلبة هذه زي ما انتم شايفين لونها شفاف، فهذه من أكثر الحلبات مبيعا في المتجر. وحلبة بلابة دينو فروز رجعت توفرت مرة ثانية في المتجر، طبعا كل حلبات أصلية من نيو بوي. يا جماعة الخير حيكون نزال تتابع لما نلاقي بلبل يقدر يهزم هذا الكومبو من البلبلين اللي هم شجاع وأخيل. فأول بلبل حيكون سيد الرهاب، حنرميه في البداية على طول كل حلبة خلينا نشغلها. يلا إذا خسر حنرميه ناخذ طاقة شوية. سيد الرهاب اي سيد الرهاب يا فندم طبعا حلبة ضربة دخيل يا اخي ما توقع حبيبي الحق يفوز بس خلينا نشوف. اوووو حلو 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 يلا بعد بعد جاب متجدد اوكي خرجهم الاثنين اللي بعده جاب مدمر اخوه يلا جاب مدمر وقت الحلقة حلقة سوى تأثير شوية اوكي يا اخ ما في بلبل قاعد يحاول يفوز عليهم جا حيرجع مرة ثانية مستحيل يفوز خلاص مستحيل يفوز الجاح مدمر اللي بعده حيكون اخيل الناش اوكي بعده سيف مناسب يلا سيف خرج واحد خرج واحد اوه اوكي والله كان حيفوز يا اميد يلا يا اميد حطمهم شوفوا يا اميد والله يا اميد ضربات يلا يا اميد خليك اول واحد يفوز اوكي يلا يا اميد خسر فوت دوان كان يا اميد اثنين يعني اوكي يلا حطموا كثير بلابل هذا ما متكرر هزيمه دحين حطموا شجاع البركاني حطموا سيف الكاسر وحطموا كمان نخيل الناري اوكي حطموا تقريبا من اقوى ثلاثة بلاب اللي عندنا خلينا نجيب كومبو هذا بنفس الكومبو اللي هو حلبة دوران دايم فمثلا وخيل نخيل كيف نعيدها نعيدها بس اوه حطوا البابا طوب كمان ادوه ضربة ثنائية ثانية بنفس البلابي حطوا البابا طوب يلا يا خيل يلا خيل خاص طبعا طاقة مرة كبيرة اوكي يلا يلا نديهم فرصة أجين مرة ثانية يلا يا أخي خرج يا أخي ما ينفع الاثنين مع بعض خلاص حلو حط الكون فريق الشجاع المطور شجاع 11 شجاع 11 جماعة الخير حطموا والله سيبك يسوي شغل حيفوز حيفوز الشجاع المطور كان بدرافر داش اللي هو حق شجاع الاسطوري بس مع ذلك تحطم ما يتوقع البلبل اللي سابق اللي هو اخيل فواو يا جماعه الخير يلا فوزوا حطموا لا يا شجاع حطموهم لا يلا 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 شجاع لا حيدخل اوكي اوكي واول كومبو يفوز هو استمندا وشجاع يعتبر شجاع لحاله فاز كيف تبغى تنعطي فوز لشجاع بس يعني شجاع لحاله في حاله يلا يلا شجاع يلا شجاع ضربة كانت مرة قوية يلا براسل 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 هجومي ايش فيه اوه تحطم جاب كومبو النسخة الخاصة الجابح النسخة الخاصة واخير الخاصة الله خير شعتراهم من البداية كابو اوكي حطم الجارح والله كان يفوز الجولة الثانية لا فين خرج حد حطم الجارح ارميرني لا مستحيل يلا فجر الجارح اخي سيد ابراهيم كومبو ما كان يتوقع لي ثاره يب انا ما سيد ابراهيم حرام مني وحطموه كمان والله هذا حلو فش حيتحطم بسهولة جدا بسهولة جدا جدا
مشاكل يا جماعه الخير، فعشان كذا انا الحين ما وصل. تدخل حارق من اللي هي والحارق يلا. لا لا هي ما تدخل حماس كذا يا لهيب. خلي هاي تعال تكتيك تاب الحين في النص حطهم الاثنين. انا هي الحارق خلاص زمن ولا وراح. والله راح فيها اللي هي. والله راح فيها اللي هي جاب لبن نفاز غطى عليه. ايش لازم تديه اللي هي. شوف حاجة رهيبة في السمندر، خلينا نشوف الحين. يا حبيبي حاجة رهيبة. طب يا مين؟ يومين يقل يساعد النفاس براك السمندر. اوكي والله بس فشوهم سمندر ثاني يلا. الباب التوقف وعن دوران يلا سمندر. طيب مو مشكلة، آخر واحد لمين غادي تكون آخر إنزال طبعا. لازم نختمها بتفجير الجارح الحارق. كل المقطع يلا آخر واحد بالباز تفجير الجارح يا أخي. من هو قال حاله وكب تفجير الجارح الحارق خلي تكمل صوو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 و
شوف برنامج السلاقة وشوف عجلة مالك شايفين وصلنا الشام شوف على المشاهدة بلاب ما بكون ما بقوي قادر كذا متوتر لأنه مندوب في شيء جاي في طلبية مرة مهمة بالنسبة لكم حنوصلها وبس والله.